صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. سل ما تشاء من الكريم وقبل أي دعاء سلم وصل على النبي وآله العظماء. وإليه مد يديك في السراء والضراء سلم وصل على النبي وآله الكرماء. وإذا تريد شفاعة القربى بني الزهراء سلم وصل على النبي وآله الشفعاء. فبهم توسل طالبا تحقيق كل رجاء سلم وصل على النبي وآله الشرفاء. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة
والناس أجمعين. ليلة الجمعة هدية يا روح إمامنا وسيدنا وعظيمنا أبي عبد الله الحسين، ارفعوا أصواتكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. الله سبحانه وتعالى شاءت حكمته خلق هذه الدنيا، هي خلق الدنيا حكمة ربانية في الواقع، شاءت حكمته في هذه الدنيا اختلاف المخلوقات والأشياء حتى إذا كانت من جنس واحد. يعني العناصر المكشوفة الآن في الدنيا، مجموع العناصر لا تتجاوز 120 عنصر، مثل عنصر التراب والحديد والنار وأمثال ذلك، ولكن المخلوقات والكائنات التي أوجدها الله من نفس هذه العناصر تختلف في النسب. بحث مفصل في الفلسفة، والآن ما يهمنا هو في الإنسان. تشوفون جميع أفراد البشر الله سبحانه وتعالى خلقهم على اختلاف ما فيما بينهم، حتى بين الإخوة والأخوات من أب وأم واحدة، الوجوه تختلف، العيون تختلف، الحركات، السكنات، الأخلاق، الأصوات، بل وحتى علامات الخطوط الموجودة على رأس البنان، على رؤوس الأصابع تختلف. كل إنسان له خطوط خاصة لنفسه على الكرة الأرضية من يوم أن خلق الله البشر وإلى يوم يبعثون، كل إنسان آثار إصبع تختص به فقط، شيء عجيب. بل وحتى آثار الشفاح، واحد من العلماء يذكر، شفت في مجلة مصرية كان كاتب أنه إذا نفرض واحد يخلي له صبغة لون على شفته ويطبعها على ورقة تحدث خطوط، هذه خطوط الشفاه لكل البشر، كل واحد تخص له خطوط خاصة. جل الخالق حقيقة سبحان الله، هذه العظمة في الخلقة، لا ترى نخلتين مثل بعض، لا ترى دجاجتين مثل بعض، لا ترى إنسانين مثل بعض، الذي 100% يكون طابق النعل بالنعل. هناك أكو فروق جدا دقيقة، أقل نقول في الخلايا وفي الجينات الوراثية بين المخلوقات الله سبحانه وتعالى خلقها. طيب، كما يختلفون في مجال الأمور المادية، هناك أيضا الله سبحانه وتعالى أوجد الاختلاف فيما بين الناس بهذا المعنى. هل الله كان يريد الخلاف؟ لا. هل الله يريد اختلاف الأديان والمذاهب والمدارس؟ يعني الله يريد جماعة يدخلون الجنة وجماعة يدخلون النار؟ لا. الرحمة الإلهية الذي بحثنا هذا الشهر الفضيل حول الرحمة، الرحمة الإلهية واسعة وشاملة لكل البشر، الكل. إنما الاختلاف وين صار؟ ولو شاء ربك، هذه الآية من أجمل الآيات، وكل القرآن جميل في الواقع. ولو شاء ربك، أواخر سورة هود آية 118، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. إذا الله كان يريد كان يجعل كل الناس على نمط واحد، يفكرون على نمط واحد، بل حتى كان بإمكان الله أن يجعل وجوههم ويجعل أفكارهم ويجعل عقولهم ويجعل كل شيء نمط واحد، وكان بإمكان الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الدنيا هي الجنة. بعد من يريد الجنة؟ هي الدنيا أصير جنة والناس يعيشون فيها إلى الأبد، ولكن هذه الدنيا حقيرة دنيئة. إن الله لم ينظر إلى الدنيا، قال رسول الله، منذ أن خلقها، ما لها قيمة. مثل إذا نفرض جنابك تمشي تشوف على قارعة الطريق حصواية صغيرة طايحة، أصلا ما تشوف إلها ولا تهتم فيها، حتى ممكن تدوس أو ما تدوس، مو شيء مهم عندك، أو ذرة رمل.
الله سبحانه وتعالى جعل هذه الدنيا لا قيمة لها، وأنت الإنسان مقامك أعلى من الدنيا وما فيها. هناك أعمال، هاي الأعمال إذا تصنعها، عند روايات كثيرة من الأئمة الطاهرين عليهم السلام، الله سبحانه وتعالى يجعل لك قصرا أكبر من الدنيا وما فيها. يعني هاي مقامات عجيبة. باشر إن شاء الله، الله يوفقكم، يوم الجمعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من صلى 12 ركعة صلاة، 6 وجبات مثل صلاة الصبح، 12 ركعة وركعة تشهد وصلاة، كل ركعة بعد الحمد تقرأ مرة قل هو الله أحد، يعني 12 دقيقة، الله سبحانه وتعالى يرزقه في الجنة قصرا أكبر من الدنيا وما فيه. هذا عمل صغير، 10 دقائق يوم الجمعة. الدنيا لا شيء عند الله سبحانه وتعالى. احنا في مرحلة انتقالية في الواقع، هنا الكلام كثير، والله سبحانه وتعالى خلق الموت. الموت ليس شيئا عدميا، لا تتصور اذا شيء مات يصير عدم، لا، خلقه مخلوق. الشيء المخلوق يعني الشيء الايجابي، الشيء الموجود. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، يمتحنكم ايكم مو اكثر احسن عملا، وهو العزيز الغفور. إذن هاي المرحلة الانتقالية تخرج من عالم تدخل في عالم آخر، بس مجرد هذا الشيء. يعني أبواب الدنيا، ورود الناس إلى الدنيا هو أرحام الأمهات، الناس يدخلون عن طريق أرحام الأمهات إلى الدنيا، هاي بوابة الورود. خروج الناس من الدنيا هي المقابر، هاي بوابة الخروج. كلكم بدأ تشوفون كل يوم في دار الولادة تشوفون مولود جديد، وكل يوم تشوفون في المقابر ميت جديد. باب ورود، باب خروج. أنا وياك الآن في هاي المرحلة، يجي يوم من الأيام يقولون انتهى الوقت، تفضل روح للعالم الآخر. زين، في هاي المرحلة الانتقالية في الدنيا، الله سبحانه وتعالى عن حكمة، وهاي الحكمة تحتاج إلى مجلدات من الكتب، شاءت إرادة الله أن يجعل الناس في حرية كاملة من التفكير. يعني كان بإمكان الله أن يجعل لهم إيمان وهداية قسرية وإجبارية، ولكن الإيمان القسري هذا يختلف مع التكليف. التكليف يعني إذا عملت بالتكليف لك الثواب، وإذا نعوذ بالله واحد ترك التكليف عليه العقاب. ولكن الإيمان الجبري، الإيمان القسري، هذا يختلف مع مسألة التكليف، ويختلف مع مسألة استحقاق الثواب، تصير غريزة تماما. الآن لو نشوف مثال واضح أوضح لكم كلكم تشوفون، احنا عندنا 2 من الحشرات، واحدة نحلة اسمها، واحدة ذبابة. النحلة مو عن تفكير، إنما عن غريزة تروح على الأزهار وعلى الورود وتأخذ رحيقها وتصنع العسل. والذبابة مو عن تفكير وعن تكليف، تروح إلى المزابل أجلكم الله وتجلس على المزابل. لا، النحلة تجي مكان الذبابة، ولا الذبابة تروح مكان النحلة. هذا النظام غريزي، الله سبحانه وتعالى جعله للحيوانات. هذا الإنسان لا، الإنسان مقامه أعلى وأعلى وأعلى، أن يعيش في هذه الدنيا حياة الغرائز. أراد الله للإنسان الحرية الكاملة وحرية الإرادة، هاي في مقدمة الحديث. الآية المباركة تقول: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. الله ما يقدر كل الناس يجمعهم على الدين وعلى التقوى وعلى القرآن وعلى الهداية وعلى الصلاة وعلى الصوم وإلى كل الواجبات وإجتناب المحرمات، ولكن إذا هذا صار يصير هذا عبادة إجبارية. لا، يجي السائل يسأل من الإمام الصادق عليه السلام: يا ابن رسول الله، هاي الآية ما تناقض الآية المباركة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ الإمام عليه السلام قال هذه الآية في سورة هود نزلت بعد وما خلقت الجن والإنس. وما خلقت الجن والإنس الغرض الهداية النهائية إلا ليعبدون ويدخلون الجنة، ولكن هل هم مجبورون؟ لا. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. من يوم آدم عليه السلام وإلى آخر الدنيا أكو اختلاف بالآراء والأفكار، كما أكو اختلاف بالأذواق، بالألوان، بالأطعمة، بالأشربة، بالألبسة. الناس كلهم اختلاف أذواق. في
في قضية الدين، لأن الجامع بين كل الأديان هو اتباع الحق، الجامع هو اتباع الله سبحانه وتعالى، عباراتنا شتى وحسنك واحد، المطلوب هو الوصول إلى الحق. إلا من رحم ربك أكون مرحلة واحدة، هاي المرحلة مرحلة شمول الرحمة الإلهية الذي الآن بحثنا، الذين أرادوا بحريتهم بإرادتهم أن يدخلوا تحت هذه الرحمة. يا رسول الله فذكر، إنما أداة حاصل على هذا ولا غيره، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. الله ما جعل رسول الله والأنبياء والأئمة عليهم السلام إلهم سيطرة عليكم أن يجي يجبرك أن تعمل بالواجبات أو تنهى عن المحرمات، لا أنت حر. إذن شنو الإرادة؟ الإرادة للإنسان أن هذا باب الرحمة موجودة، إذا دخلت الرحمة تشملك الرحمة، إذا واحد ما راد يدخل الرحمة هذا جنى على نفسه. أجيب لكم مثال واضح، إذا نفرض واحد الآن عموما السيارات اللي تركبوها تشوفون أكو عليها مؤشر، كثير من السيارات تطلع بسرعة أكثر من 200، زين يجون شرطة المرور الله يحفظهم وأمثال ذلك يخلوكم علامات، يقول هذا المكان أكو لفة، هاي اللفة ما تتحمل أكثر من سرعة 60، خففوا السرعة يمشي على 60، هذا المكانات أكو شوية الطريق بيه مطبات امشي على سرعة 80، هذا المكان السريع صافي امشي على 100-120 على أكثر، ولكن أكثر من هذا لا تمشي، دير بالك. السواق نوعان، أكو سواق وهم الأكثرية عقلاء، لما يشوف ذا للآتال يدري شرط المرور يريد خيره ما يريد الشرط بالمكان الذي قايل له تمشي سريع، ما يمشي سريع بالمكان اللي قايل امشي سريع، يمشي سريع، سرعتك أكثر من 120 لا تكون، ما يمشي أكثر من 120 ما يصلح وارد السيارة، يوصل بالسلام يوصل إلى الهدف. الإنسان الذي ما عمل بشرائط وبهداية شرطة المرور والمصلحين الذين أرادوا له أن يصل سالما إلى المقصد، طلع على سرعة 190 في وسط المطبات، زين السيارة انقلبت اتكسر مات، انت تقعد تبكي عليه؟ لا، هو اذا تسأل من مسؤول شرطة المرور تقول يا شو انا كتبت للقطع، هو خالف. صلوا على محمد وعلى اللهم صل. السرعة المجازة كان لك ان تمشي بهاي السرعة، ليش خالفت؟ السيارة مفتوحة امامك تمشي اكثر من 120، ولكن انت لازم يكون عند بيدك الكنترول، ليش تمشي أكثر؟ هاي السرعة الأكثر توديك إلى جهنم، توديك إلى الموت، ولكن إذا تمشي بشكل معقول أنت الربحان. دققوا الآن، هذا مثال واضح، الله سبحانه وتعالى جعل الدنيا لكم تمشون على راحتكم على أي سرعة، ولكن كتب لكم ألواح، هاي الألواح بواسطة قوتين، القوة الأولى قوة العقول، العقول تقول لك يا عم دير بالك هذا السم نقيع لا تأكل من عنده، زين إذا واحد أقدم على السم وبعدين صار مريض هو السبب. من حسن الحظ الآن يشوفون بالعالم الآن صار قانون يكتبون على علب السيجائر، يكتب على السيجارة يكتب هذه السيجارة تورث مرض سرطان الرئة، يكتب أكو بعض الناس يعاند يدري هذا في مرض السرطان ويدخن، هذا إذا صار لي سرطان الرئة لا يلومنا إلى نفسه، إذا يروح للدكتور يقول يا دكتور ما أدري، يقول شوف تبني صبح للليل هاي العلبة بإيدك وكاتب عليها ليش تعاند، كان المفروض أن هسه تريد بتدخن باليوم وحدة أفرض، ولكن أنت اللي دمرت نفسك، أنت اللي كل يوم 4 باكيتات إيش دعوة، أنت رد الموت لنفسك، أنت رد، يعني الإنسان ما يأسف على الذي أقدم بإرادة منه. هناك عقول العقل يمنعكم عن الخطأ في المجال المادي، واضح العقل يقول لك لا ترمي نفسك من شاهق، أيضا العقل يقول لك لا تأكل مالا حرام، أيضا العقل يقول لك لما وصلت إلى مقام لا تصير متكبر على الناس، اتواضع للناس حتى الله يرفعك، هاي أمور العقل يمشي. أيضا العقل يقول لك الأب والأم الذي ربوك وأنت كنت طفل ما تتمكن تنظف نفسك، الآن صرت شاب
لازم تحترم الأبوين، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وين رايح؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بعض الناس هؤلاء يدخلون النار ولا يشمون رائحة الجنة، أولا عاق الوالدين، ثانيا من سمع اسمي ولم يصلي عليه، من سمع اسم الحبيب المصطفى محمد وما يصلي على محمد هذا يدخل جهنم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه، بعيد عن الرحمة الإلهية. يكون الشاهد هذا الإنسان الذي يكون عاق الوالدين نعوذ بالله نسأل، والمشرك بالله واضح، هؤلاء لا يدخلون الجنة، هؤلاء لا يدخلون الرحمة الإلهية، هم أرادوا البعد عن الرحمة، مثل هذاك السائق الذي هو أراد أن لا يصل إلى الهدف، الذي يريد يوصل للهدف لازم يدير باله. الله سبحانه وتعالى جعل لكم طريقين، هاي الألواح واحد بواسطة العقول، ثانيا من فضله ومن نعمه على الناس بعث لهم آلاف الأنبياء. شنو شغل الأنبياء؟ اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، هؤلاء هداهم الله، هؤلاء كانت لهم قلوب نيرة، الله سبحانه وتعالى أنزل فيها نور النبوة وبعثهم إليكم، هم الواسطة بينه وبين البشر، هؤلاء طلبوا منكم اتباع الحق. كل الأنبياء كانوا يدعون إلى التوحيد، شوف قلت عبارات ناشطة وحسنك واحد، الكل يطلبون، آمن الرسول بما أنزل إليه والمؤمنون كل آمن بالله وكتبه ورسله، هذا الطريق كل الأنبياء على عينه وعلى رأسه، هذا الطريق الصحيح. بعض الناس عاندوا، بعض الناس استغلوا هذه الفرصة واستفادوا من هذه الفرصة، دخلوا في حدود الرحمة الإلهية. الآن دقق الآية المباركة: ولو شاء ربك لآمن لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. في العقائد أيضا، في الأديان أيضا مختلفين، إلا جماعة واحدة، هؤلاء هم الذين يدخلون الجنة فقط. منو؟ إلا من رحم ربك، هؤلاء الذي عملوا وأرادوا أن يدخلوا تحت غطاء الرحمة الربانية. زياد اللي دراني يعاند الرحمة يقول ما أريد، مثل ذاك اللي يقول أنا عندي سيارة تمشي سرعة 200 ما أريد أسمع القانون. الذي ما يسمع قانون الله، الذي ما يسمع قانون الأنبياء. إخواني هاي الرواية عجيبة، إبليس عليه لعائن الله كان من العباد قبل آدم، كان عبد ذليل لله سبحانه وتعالى، وعنده ركوع كم سنة، عنده سجود كم سنة، عبادات عجيبة. الله سبحانه وتعالى طلب من إبليس أن يسجد لآدم، لحظة قال: إلهي اعفني عن هذا وأعبدك عبادة لم يعبدك أحد من الثقلين. بس هذا لا، الله سبحانه وتعالى قال لك كلمة، هاي الكلمة تفيدنا كلنا، قال: إني أحب أن تعبدني من حيث ما أريد لا من حيث ما تريد. الله يحب تعبدوه عن طريق اللي هو مقرر، مو من كيفك تعبد الله. إذا واحد من الليل للصبح 5000 ركعة صلاة صلى، وصلاة الصبح ركعتين ما صلى، هذا في قعر جهنم، ما إلك حق من كيفك. أكو بعض الناس يقول أنا خمس ما أدفع ولكن أنطني الفقراء، لا ما إلك حق، طلع الحقوق الواجب عليك، حبيت تساعد الفقراء تعطي تبرعات ذاك مستحب، ولكن الواجب واجب. عجيب عزيزي، الإنسان المؤمن يكون مقيد بأوامر الله سبحانه وتعالى. الله شنو طالب؟ اعمل بالواجب. هسه حبيت تسوي تكثر المستحبات أهل المسيرة، ولكن ما أكثرت المستحبات أنت من أهل الجنة. الرواية معروفة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم من الأيام الصحابة قاعدين، قال: الآن يدخل عليكم رجل من الباب، هذا من أهل الجنة. دخل فرد رجال عادي عربي، واحد من أصحاب النبي يقول: أنا رحت عقبته، رحت وياه، قلت أريد تستضيفني؟ قال: تفضل. رحت يمين شفت رسالة عادي بسيط، صار الصبح قام صلي ركعتين صلاة، كان راعي أغنام، راح على الراعي مالي، صار الظهر صلي صلاة الظهر، العصر، هذا هو حال حال الناس. عجبت، هذا النبي يقول هذا من أهل الجنة، أنا صورت هذا عنده صلوات، عنده عبادات، عنده تهجد، عنده خيرات، لا عادي. ورا 3 أيام سألت قلت لعمي تعال، النبي قال أنت من أهل الجنة قبل ما تدخل، أنت شو مسوي؟ قال: أنا كل شيء ما أسوي.
أنا إنما أعمل بما أمر الله، الله يقول لي واجب أعمل بالواجب. رب العالمين منعني عن المحرمات ما أعمل بالحرام، بس هذا 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 المطلوب. نعم هو هذا المطلوب، إذا حبيت تسوي المستحبات نور على نور، ولكن ديروا بالكم إن الله يحب أن يطاع من حيث أمر. الطريق اللي هو معين، ما لك حق تنتخب لك إمام من كيفك، الإمام هو الذي نصبه الله عليكم، النبي هو الذي انتخبه الله وانتجبه الله. واحد يقول لا أنا انتخب لي نبي أحسن من النبي، أنا أجيب لي إمام أحسن من علي بن أبي طالب، تدخل جهنم شئت أم أبيت. ولذلك الرواية المعروفة التي أجمع عليها صحاح المسلمين من الشيعة والسنة أن رسول الله قال الطريق واحد، قال ستفترق أمتي من بعدي إلى 73 فرقة، فرقة ناجية الحق واحد ميز شعر والباقي كلهم في النار، لأن الباقي انحرفوا عن طريق الحق. عيني أخذ بيدك لا يتدور وين طريق الحق حقيقة، وين طريق الحق؟ بالدعاء اللهم أرن الحق حقا فأتبعه، وأرن الباطل باطلا فأجتنب عنه. إلهي وين الحق؟ علمني أنا ما أدري، ساعدني. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. من هو إمام الزمان؟ من هذا الإمام الذي أنتوا السنة أنتوا الشيعة كتبكم مليئة من مات ولم يعرف إمام زمانه؟ مات ميتة جاهلية، يموت مثل أبي جهل، يموت مثل أبي لهب، يعني يدخل جهنم. من هذا؟ منو؟ منو الذي النبي يقول من مات ولم يعرف؟ من هو هذا إمام الزمان؟ هاي المشكلة اللي وقع الآن بها المسلمين. واحد يقول إمام الزمان أمير المؤمنين أبو بكر البغدادي، واحد يقول إمام الزمان جلالة الملك فلان، واحد يقول إمام الزمان القذافي رئيس الجمهورية. أنا شفت بالإذاعة، أنا شفت بالإذاعة كان يقول ولي أمرنا عليه ذاك المجنون المخبر القذافي، وهكذا. هذول أئمة المسلمين، هذول الذي الله سبحانه وتعالى أنزل أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. من هو الإمام الزمان؟ الإنسان المؤمن هذاك اللي يبحث عن طريق الحق، الحق واحد ما يتشعب. زين الاختلاف موجود، نعم الاختلاف الآن بين كل الفرق بين كل الأمم موجود، بس من الذي يدخل الجنة؟ ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. دقق، ولذلك خلقهم الله سبحانه وتعالى يقول أنا خلقت الخلق لكي يدخلوا في رحمتي. إلهي وين رحمتك؟ بين لي أبواب رحمتك. أبواب رحمة الله هم محمد وآل محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. فآدم عليه السلام كان أول باب من أبواب الرحمة ذاك اليوم. إبليس قال لا أنا ما أريد هذا الباب، أنا أدخل من باب ثاني وملايين السنين عبدك يا الله. الله قال ما أريد، تعبدني من حيث أنا أمرك، ما تسمع الكلام، أدخل النار إلى جهنم وبئس المصير، خلص عبادتك إلك تفيدك، أنا أريد من حيث أنا أريد، أنا أعين. إلا من رحم ربك، هاي باب الرحمة مفتوحة، ولكن الباب الذي أراد الله. البارحة بالليل كان عندي إشارة، الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه يقول كلمة لا إله إلا الله حسني، قال الله فمن دخل حسني أولا من عذابي، ولكن بشروطها، وأنا الإمام الرضا وأنا من شروطها. أبواب رحمة الله الباب الثامن بعد رسول الله هو الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، هذا باب أبواب رحمة الله، لازم نعرف الباب منين يدخل. قال رسول الله أنا مدينة العلم، فمن أراد المدينة والحكمة فليأتها من بابها. يا رسول الله وين الباب؟ قال علي وعلي بابها. أجمع المسلمون على هذه الرواية، أنا أتعجب. أهم كتب السنة كاتبين أنه عمر قال أكو أشياء أنا ما أعرف علي بن أبي طالب، لا أبقى لله لمعضلة ليس لها أبو الحسن، لولا علي لهلك عمر. زين إيش بيكم؟ من اللي يعرف؟ من باب عين رسول الله؟ روايات من إخواننا العامة، عثمان يقول لولا علي لهلك عثمان بن عفان،
ما يعرفون يا أخي، ما بتعارف ولا يريد لا سمح الله أهين أحد، يسألوهم مسائل ما يعرف أبو بكر، ما يعرف عمر، ما يعرف عثمان، ما يعرف. ادخلوا إلى باب بيت رسول الله، باب العلم، علي أعلمكم، علي أقضاكم، علي سلام الله عليك يا أمير المؤمنين. إذا الله انطانا عمر إن شاء الله الليلة القادمة حتما، رجاء أخوي من أعزائي، إخوتي أخواتي كبار صغار، الكل نتشح بالسواد، باكر عدنا ليلة عظيمة عظيمة، ليلة القدر وليلة بدء المآسي على آل بيت رسول الله عليهم السلام باستشهاد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وليلة رفع المصاحف. إن شاء الله كل الإخوة المجلس ويا أسمر نبدأ إن شاء الله، أتشرف على المنبر إن شاء الله ساعة 9 إلا ربع، وأرجو الإخوة شوية أسرع يجون، الكل تجون إن شاء الله متوضين بالمجلس إن شاء الله على طهر، تقعد في مجلس الحسين في مجلس أمير المؤمنين، وعندنا مجلس العشق حقيقة الآن ليلة 19، عندي أهم مجلس في طوال السنة عندي ليلة 19 من رمضان، لأن حقيقة مجلس العشق مع أمير المؤمنين روحي له الفداء إن شاء الله. الحاضر يبلغ الغائب، هذا الإمام العظيم روحي له الفداء علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه، هذا الباب عينه رسول الله، وإلا يا أخي أنا لا شايف علي لا شايف عمر، احنا ليش نقول علي؟ هو رسول الله قال، قال علي مني وانا منه، شنو معنى يا عرب قولوا لي شنو معنى علي مني وانا من؟ يقول صحيح البخاري كاتب يعني تعالوا نتفق على كلمه فيما بيننا يا مسلمين، هذا امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، المقام العظيم لامير المؤمنين روحي له الفداء، من الذي لازم يعرف إلا من رحم ربك الله سبحانه وتعالى، جماعة رحمهم، هذول أهل الرحمة، هذول أهل المرحمة، هؤلاء الذين إش وقت رسول الله أول الإسلام يوم فتح مكة أخذ سعد بن عبادة من أصحاب النبي، أخذ بيده علم أحمر يريد ينتقم، دخل مكة وصاح اليوم يوم الملحمة، اليوم اللي نفرم لحمكم، اليوم تسبى الحرمة، اليوم اللي نجي ناخذ نسوانكم حريمكم، هاي كلمات داعش عليهم اللعنة وسوء العذاب. واحد من عدم الآن طالع من عدم الآن تائب إلى الله مصري ناشرين بالواتساب، يقول كان يعلموني يقولون لما تدخلون في مدينة اقتلوا من يتنفس، مو بس البشر، حيوانات، حشرات، بشر، أي شيء، صغار، كبار، نساء، أطفال، اذبح اذبح اقتل، بس اقتل يوم الملحمة. ولما تشوفون نساء أي امرأة متزوجة غير متزوجة، مسلمة غير مسلمة، اعتدوا اخذوا. عجيب عجيب، هذا كلام رسول الله منع. قال يا علي أدرك، لمن هذا النداء؟ قال يا رسول الله سعد بن عبادة، قال يا علي أدرك. أمير المؤمنين عليه السلام ركض العلم الأحمر، نزل رفع علما أبيضا، روحي لك الفداء يا أمير المؤمنين، صاح يا أهل مكة اليوم يوم المرحمة، هذا الإسلام دين الرحمة، دين العواطف، دين الحب، يوم المرحمة مع ما كانوا كفار، ها بعد ما صاروا مسلمين، يوم تصان الحرمة، احنا اجينا حتى نحفظ لكم حريمكم، نحفظ لكم اعرافكم، واثبت هذا الشيء رسول الله، واثبت هذا الشيء امير المؤمنين، واثبت هذا الشيء الحسين عليه السلام، مئات القصص عندنا بالتاريخ، هذول كيف كان يحافظون على اعراف اعراض الناس، الى درجة الامام زين العابدين عليه السلام في مجلس يزيد بن معاوية لما صعد وألقى تلك الخطبة الغراء، قال أنا ابن المحامي عن حرم المسلمين، أنا ابن هذاك الذي كان يحامي عن حريم الناس، عن أعراض الناس، إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم أصلا الله، خالقكم يا ناس يا بشر يا أهل الأرض، الله خالقكم حتى تدخلون الجنة، خالقكم للرحمة، الذي ما يريد يدخل الجنة، الذي يريد يعاند شلون؟ وتمت كلمة ربك، ما إلى كلام، هذا واقع، هذا يقين، يعني ما بمجاملة. شنو؟ لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين الذين لم يدخلوا في الرحمة الإلهية، نفس معنى كلام رسول الله
قال كلهم في النار إلا فرقة، فرقة الناجية، والباقي كلهم الله يشيلهم، صغارهم كبارهم علماءهم عبانهم كلهم في نار جهنم. ليش؟ لأنه مثل هذاك اللي دقلتك ما يريد يعمل بالقانون، طالع بسرعة 120، طالع بسرعة عفوا 190 220، هذا هو يريد النفس الموت. لا تأسف عليه، العاقل هذاك اللي يسمع كلام، يسمع كلام المرشد، يسمع كلام المصلح. وبالفعل رسول الله هو المصلح، هو المرشد. هناك الآن ما أدري في العراق إن شاء الله الوضع يتعدل شوية أحسن، مو كل طفل يقعد له سيارة. قديما كان اللي يريد يقعد له سيارة لازم يكون عنده إجازة سياق، بدون هذا الجواز ما إلا حق يسوق سيارة، حتى يثبت حتى ممتحن. النبي يقول يوم القيامة اللي يريد يدخل الجنة ما إلا حق يدخل إلا اللي بيده جواز. الرواية يذكرها أبو بكر عن لسان رسول في أصح كتب السنة، قال أبو بكر سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يدخل الجنة ولا يعبر الصراط إلا من كان بيده جواز من علي بن أبي طالب عليه السلام. اللهم صل على محمد وعلى محمد. هذا الجواز بيتوقيع علي بن أبي طالب، تفضل عبور، لأن هذا ممتحن. هذا مثل ذاك الذي يقعد ورا السيارة وممتحن، رئيس الشرطة يوقع لي يقول هذا يستاهل، هذا سايق ماهر يقدر يوصل لك للمقصد. أكو واحد ما بيتوقيع الرئيس، منو رئيسنا؟ علي بن أبي طالب سلام الله. إذا موقع أنت مؤمن صالح تدخل الجنة، ولذلك خلقهم الله سبحانه وتعالى ما عنده عداوية. زين، هنا ممكن بعض الشباب يجيهم سؤال، خلينا نعالج هاي المشكلة أيضا. بعض الناس يجيهم إشكال، يعني هل أنا وياك الحمد لله عشنا في عوائل دينية في أسر متدينة؟ الحمد لله، الحمد لله، إن شاء الله على طريق الحق. زين، أكو ناس ما وصل لهم الحق، رجال شريف مؤمن أخلاق طيبة، عايش باليابان، ولد في اليابان، أهله يعبدون الوثن وكان طيب القلب ومات باليابان على الوثنية، هذا يدخل جهنم؟ لا. يدخل الجنة؟ لا. لعد وين يروح؟ يسأل من الإمام الصادق عليه السلام، يا ابن رسول الله هذول الذي شوف الله بالقرآن يقول فلله، دققوا، فلله الحجة البالغة. الحجة البالغة في تفسير يقولون هو رسول الله، هم الأئمة الطاهرون عليهم أفضل الصلاة والسلام، الذي وصل إلهم تاريخ النبي وفضائل ومناقب أمير المؤمنين والأئمة الطاهرين عليهم السلام وما تبعهم، هذا الله أكمل عليه الحجة البالغة. فلك الحجة علي، هل يتقلون في دعاكمين، فلك الحجة علي في جميع ذلك، ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك، وألزمني حكمك وبلاؤك. بعض الناس هذا يستاهل، لأن الحجة البالغة وفلت وترك. يعني بالله عليك أتستبدلون الذي هو خير، أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ تستبدلون علي بن أبي طالب بمعاوية؟ أصلا لا يقاس. هو الإمام يقول الدهر أنزلني وأنزلني حتى قالوا علي ومعاوية. ابن العاص يقول فأين الثرى من نجوم السماء وأين معاوية من علي؟ عم معاوية تراب دوس ابن عالك، علي بن أبي طالب نجم. أنا ما أقول عمرو بن العاص يقول علي بن أبي طالب نجمة تتلألأ في السماء، فأين الثرى من نجوم السماء وأين معاوية من علي؟ أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ أخذت معاوية تركت علي بن أبي طالب، أخذت يزيد تركت الحسين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. المشكلة أنه كثير من الناس هؤلاء أخذوا طريق الباطل. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم، هذا اللام للتأكيد، النون نون التأكيد الثقيلة، لا 100% تمتلي جهنم من منو؟ من الجنة جماعة إبليس والناس أجمعين، الناس الذين خرجوا من دائرة الرحمة الإلهية، ما يريد الرحمة. يا أخي الجو حار، هنا أنا أكو مكان مكيف بارد، تعال. أكو واحد يقول لا ما أريد، ما أريد، يروح يقعد بالشمس، يقعد بالشمس يصير مريض، هو أراد المرض نفسه.
وإلا المكان المبرد موجود. المكان المبرد هو أبواب الرحمة الإلهية، موجودة أبواب الرحمة. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. الله سبحانه وتعالى جمع الأمة المرحومة. من هم الأمة المرحومة؟ الذين حكموا العاقل بهذه القوة، والله ما خصها لأحد، للكل. الأمة المرحومة الكل مفتوح أمامهم الخط. وبعد والذين اتبعوا طريق الأنبياء السفراء الإلهيين الذين بعثهم الله سبحانه وتعالى، هؤلاء نعم يكسبون رضا الله سبحانه وتعالى. إمامنا وسيدنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول في ليلة 18 من رمضان، هالليلة من صلى 4 ركعات كل ركعتين بتشهد وسلام، كل ركعة بعد الحمد يقرأ سورة الكوثر 25 مرة، ركعتين 4 ركعات كل ركعة بالتشهد وسلام، كل ركعة بعد الحمد يقرأ سورة الكوثر 25 مرة، من صلاها، وعد من أمير المؤمنين وكلامه كلام رسول الله، من صلى هذه الصلاة قبل الموت أبلغه ملك الموت بأن الله راض عنه. الله راض عنه، تقولون شنو هذا رضا الله؟ ترى أكبر من الجنة. القرآن يقول ورضوان من الله أكبر، يعني خلي أقول لك باللغة العامية، أنت تكون من أهل الجنة يلي تصلي صلاة الليل 10 دقائق ثم تأخذ وقت، 4 ركعات كل ركعة 25 مرة، سورة الكوثر تقراها بعد الحمد، هذا الثواب العظيم، هذا الثواب العظيم. نعم، ولكن بعض الناس ما أدري مو موفق. يا عمي هاي أبواب الرحمة الإلهية مفتوحة، يلا تفضلوا. الآن أنتم في ضيافة الله، الله سبحانه وتعالى بالمناسبة أيضا أذكر هاي الرواية، الله يحب الضيف، يحب الضيافة. اجى من أبواب رحمة الله الضيف حبيب الله، الضيف هدية من الله، إذا أحب الله قوما أهدى إليهم هدية. قالوا يا رسول الله ما هي؟ قال الضيف. قام رجل قال يا رسول الله أنا عندي زوجة، هاي زوجتي ما تحب الضيوف، ما أنا خلق تتعب تطبخ كذا، بعض النسوان أشكل، بعض النسوان يوم اللي ما عدوا ضيوف تستشكى على زوجها تقول ليش اليوم قعدنا الأسبوع ما أجانا أحد، بعض النساء لا ما تحب الضيوف. النبي صلى الله عليه وسلم قال أبلغ زوجتك، روح قل لها، قل لها باكر رسول الله ضيف عندنا راح أجيبكم. ولكن رسول الله هنا من معاجز النبي قال أنا راح أكشف أمام عينها واحدة من الستر، خلي تشوف على أرض الواقع. قل لها النبي لما يدخل وياه كم واحد من أصحابه، شنو يدخل وياه، ولما يطلع شنو يطلع وياه. الرجل جاء يرجو مشكلة، قال له أنت ما تحبين الضيوف؟ قالت لا خلصني من عندهم. قال زين باكر إيش رأيك النبي يجي؟ قالت أتشرف رسول الله، اتراب قدمه على عيوني. قال النبي قال بكرة لما أجي أدخل شوفي، الله يكشف الغطاء لحظات أمام عينيك، شوفي شنو يدخل وياي ولما أطلع شنو يطلع وياي. بشي المرأة حضرت الطعام، رسول الله دخل، الله سبحانه وتعالى كشف الغطاء من أمام عيني هاي المرأة. نحن بالدنيا نعيش في غطاء دنيا وغطاء مادي، شافت خلف رسول الله أكو مواكب جايبين وياهم الأرزاق الخير البركة، طعام فواكه عجيب وغريب ليدخلون بالبيت. وبعد الضيافة رسول الله أجي يطلع، شافت النبي طلع ولكن خلف رسول الله مجموعة من العقارب من الحيوانات المضرة، حياية أمثال ذلك بيطلعون وياه. اتعجبت المرأة سألت من رسول الله، النبي قال الضيف لما يدخل البيت يجيب وياه الرزق والبركة إلى بيوتكم يا ناس، بس انتم ما تشوفون ماذا وراء الستر، ولما يخرج الضيف يخرج معه البلاء والأمراض والفقر والبلاء من البيت. ما تشوفون هذا الشيء؟ الإنسان المؤمن هذا يستفيد من أبواب الرحمة، باب مفتوح. واحدة من عندنا قلت لك أنا باب الضيافة، الله سبحانه وتعالى يفتح عليكم الأبواب.
بعض الناس مو بهالعوالم. من أبواب رحمة الله هاي الصلوات الليلية، حتما صلوها خصوصا ليلة الجمعة، خصوصا ليلة الجمعة. الرواية من أول المغرب كل ليلة لله ملك يقوم في منتصف الليل وينادي هل من سائل، هل من فقير يسأل الله يوسع الله عليه، هل من سائل يسأل الله فيقضي له حاجته. أما في ليلة الجمعة هذا الملك ينزل من أول المغرب. الآن اسمعوا، ذاك الملك الآن دا ينادي هل من سائل، هل من متوجه إلى الله. أبواب الرحمة الإلهية كل رمضان وخصوصا ليالي الجمعة من شهر رمضان مفتحة عليكم، أبواب السماء مفتحة عليكم، أبواب الجنة مفتحة عليكم. هذه الليالي لا تفوتكم. والدنيا أيام تنتهي إخواني، لا يأخذنا غرور الدنيا، حقيقة كبار صغار كلنا لازم نروح. الله يرحم الشهداء الطيبين رحمة الله عليه، بذولا كان يجون بالمجالس يقعدون وياكم يرقمون وياكم، الآن على ضيافة الحسين صلوات الله وسلامه عليه. وكل أملي إن شاء الله الشباب الطيبين هذول الأبطال اللي قاعدين قدامي هذه الليلة إن شاء الله يرحون ويرجعون بالسلامة إن شاء الله إلى أهاليهم سالمين غانمين طيبين إن شاء الله، منتصرين إن شاء الله على أعداء الله. الدنيا حقيقة صغيرة، هي الدنيا فلا تأسف عليها، وإن خابت ظنونك يا أخي فلا دامت لغيرك لما وصلت إليك ولا إلي. فسل تلك القبور وساكنيها فقيرا كان أو ملكا ثريا، أما أضحوا بوجه الأرض شتايا ولكن في الثرى، ولكن في الثرى ناموا سويا. هاي الدنيا فسل تلك القبور وساكنيها. إذا إن شاء الله رحتوا للنجف الأشرف شوفوا هذا الوادي، وادي الرحمة. أسأل الله أن يغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات. انظر تشوف ملك نايم بصف فقير، تاجر زنقين، دكتور مهندس عادي، الكل نايمين كلهم مقابل القبلة. فقيرا كان أو ملكا ثريا، وين راحوا هذول؟ كلهم راحوا من هذا، أنا وياكم وراهم. ولكن هنيال الذي قبل الموت دخل في هذه الرحمة، هاي الرحمة الإلهية اللي مفتحة عليكم. وين العين اللي تشوف هاي الرحمة الإلهية؟ في بيت يزيد بن معاوية، في بيت فرعون هذه الأمة، في بيت فرعون الله سبحانه وتعالى جعل امرأة
هذه الامرأة كانت آسيا بنت مزاحم، ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، امرأة قديسة. وفي الإسلام في فرعون هذه الأمة في بيت فرعون، الله سبحانه وتعالى جعل امرأة طيبة صالحة مؤمنة، هند زوجة يزيد، ولكن خادمة لزينب، خادمة لأم كلثوم. والدهر بالإنسان دواري، يوم من الأيام هاي هند كانت خادمة عند الملكة، زينب كانت بنت رئيس البلد في الكوفة، هند خادمة عندها في المدينة، هند خادمة عندها. هاليوم لا إله إلا الله، الزمان تغير، دولاب زينب سلام الله عليها في أرث ثيابها، جالس على تراب الخربة وياها أطفال صغار. ليلة الجمعة وين أخذكم إلى خرابة الشام المظلم، وجهوا قلوبكم حقيقة، كل أمل باستجابة الدعاء إن شاء الله. شافوا جايين اليوم خلاف كل يوم، يرشون مي ينظفون، ما الخبر؟ قالوا بأن الملكة تريد أن تزوركم. زينب تعرف سلام عقيلة بني هاشم سلام الله عليه. بعد صلاة المغرب والعشاء هم ما عندهم فرش، عائلة رسول الله القديسات جالسات على تراب الخربة، وإذا بنساء وصايف للملكة معهن مصابيح ذهبية، دخلوا في الخربة ووضعوا كرسي مرصع للملكة. جاءت هند وجلست على ذلك الكرسي. عموما قلب النساء أكثر عاطفة من الرجال، قلبها عطف، نساء أطفال قايلين لهم هذول خوارج يعني كفار قاتلين رياجلهم وهذول أسرى في الخرابة. قالت وين كانوا أسرى، ولكن إنسانيا لازم أزورهم، ترباتك للبيت عليهم السلام. نظرت إليهم ماكو، كلهم نساء وأطفال. قالت من كبيركم، مع من أحكي؟ راحت الإشارات إلى العقيلة الطاهرة زينب. زينب سلام الله عليها أول ما دخلت هند أشارت إلى أختها أم كلثوم، قالت أخي إنها خادمتنا، هند الخادمة عندنا، صفت اليوم أميرتنا. لا إله إلا الله، هاي الآن جالسة على الكرسي وإحنا على التراب. قالت من أي الأسارة أنتم أو أنتن؟ قالت نحن أسارة المدينة. سلام الله عليك مولاتي زينب. مدينة؟ أي مدينة؟ كل المدن اسمها مدينة. قالت مدينة رسول الله. عجيب، أنتم من المدينة جايات؟ قالوا لكفار خوارج. قامت قالت للوصايف شيلوا الكرسي، جلست بثوب الملك، جلست على التواضع، جلست قالت على مشرفها، على مشرفها ألف الصلاة والسلام، زين أنتم من المدينة، من أي المحلات، من أي الأحياء؟ أتعرفون محلة بني هاشم؟ زينب سلام الله عليها خنقتها العبر، أشارت برأسها نعم. قالت أتعرفون بيت سيدي ومولاي علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه؟ وإذا بزينب خنقت العبر، جرت دموعها، سمعت هند صوت البكاء، قالت لها أخي أسألك وتبكين، اخبريني عن سيدتي ومولاتي زينب بنت علي بن أبي طالب، وعن سيدي ومولاي الحسين. اشتد بكاء زينب وبنات رسول الله يبكين لبكاء زينب. تعجبت هند قالت لم تبكون؟ أخاف أصاب سيدي الحسين شيء. وإذا بزينب رفعت صوتها قالت يا هند إن كنت تسألين عن الحسين فهذا رأسه مصلوب على قصر يزيد، وإن كنت تسألين عن زينب فأنا زينب، وهذه أختي أم كلثوم، وهذه بنات رسول الله حملونا من بلد إلى بلد، تنظر إلينا الرجال، أنا زينب يحجون عني.
يحجون عني عني يا نتمر مرد من زهر سني. آه لما سمعت هند بهذا الكلام قامت من مكانها حافية القدمين وركضت إلى مجلس الخمار اللعين يزيد بن معاوية، وإذا بيزيد رأى زوجته دخلت القصر. قالت يا هند أما تستحين تدخلون ديوان الرجال وليس عليك حجاب؟ قالت له يا يزيد سود الله وجهك، تأخذك الغيرة علي وأنا خادمة لبنات رسول الله، وهذه بنات رسول الله يتصفح وجوههن الرجايا. يا هذه زينب ومين قبل كانت بفنا دارها تحايا الرحال همسة اليوم واليتايا ما عليها يا لقوم تصدق الأنذال. والله تصدق الوادم علينا وعطايا لخلق كلها من دين، يا عطايا الخلق كلها يا من ايدي يا انا لله وانا اليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين.